معك طبيب رائد، طبيب رئيس البنية المدنية المدينة الزان. راكم تشوفوا وتلاحظوا أن العملية مازالت متواصلة تلقيح أجل الوقاية، وكتشوف المواطنين هم بكثرة، والحمد لله الحماية المدنية راه شريك وزارة الصحة منذ بداية الأزمة، وزال الحماية المدنية متواجدين على كل مراكز التلقيح، واليوم رأينا باش نكون على الأوائل تلقيح المواطنين كما تلاحظون، تلقيح متواصل وإن شاء الله فيها خير إن شاء الله، وإن شاء الله نقضى على هذه الجائحة إن شاء الله بإذن الله مستقبلا إن شاء الله في قريب العاجل إن شاء الله. في إطار الحملة الوطنية لتلقيح ضد فيروس كورونا، قامت مصالح الحماية المدنية لولاية فريزان بالمشاركة مع مديرية الصحة والسلطنة إصلاح المستشفيات الحالية فريزان لحملة تلقيح واسعة، وهذا على مستوى بيت الشباب خوات الصغير، وكذلك النقطة الثانية على مستوى قصر الرياضات لولاية فريزان. العملية مازالت مستمرة لحد الساعة، فهنالك إقبال كبير من المواطنين نساء ورجال من الجنسين على التلقيح. ندعو كل المواطنين ولاية غريزان من أجل التلقيح لتفادي انتشار وباء كورونا، معا من أجل القضاء على فيروس كورونا. احنا على كل حال المبادرة هذه مليحة للشيوخ وللشباب، على كل حال ما تحسيش كاع كيف الأمراض هاي قوية، الواحد يدير الوقاية، والوقاية خير من العلاج. إن شاء الله بربي نتمنى الصحة والهنا، والله يبعد علينا هذا الوباء إن شاء الله. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل الجرس.